لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا سميع الأصوات من فوق سبع سماوات اللهم بدل سيئاتنا وسيئات حسنات اللهم اصلح لنا ولكم البنين والبنات واجعلهم من التابعين للسنة سيد المخلوقات المحافظين على الصلوات في جميع الأوقات. اللهم اغفر لنا ولكم ما مضى وأصلح لنا ولكم ما هو آت بحق القرآن والإنجيل والزبور والتراث برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سلام على المرسلين. اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك. اللهم احرسنا بعينك وعونك واحفظنا من عيون عبادك. اللهم اقض لنا ما بيننا وبينك وتحمل علينا ما بيننا وبين حقك. اللهم ارزقنا الحلال من رزقك. اللهم عافنا بعفوك ولا تحاسبنا بعدلك. اللهم ادخلنا الجنه برحمتك. اللهم ارزقنا الحلال من رزقك. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة بين خطيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله من الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تعد الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من اجاب يونس في بطن الحوت حين نجاه، ويا من كشف الضر عن ايوب وشفاه، ويا من سمع يعقوب في شكواه ورد له يوسف واخاه وبرحمته اعاد له عيناه. اللهم اعط لكل واحد منا ما يتمناه، اللهم اعط لكل واحد ما يتمناه فوق ما يتمناه، مطابقا لما يرضي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام على المرسلين. هذا السيد محمد اللي كان سبب في جمعنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس مع نبينا وصديقنا وشهداء وصالحين. اللهم صل على الولايات وصل على الولايات وجه المصائب والدعوات. اللهم ارزقهم بطانة الصالحة يا رب العالمين. واجعل المجاهد في الاسلام والمسلمين وحسن يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وهؤلاء الضيوف اللي جاءوا من الله سبحانه وتعالى يقصدون وجه الله ويريدون في هذا المنطقه يريدون في وجه الله. اللهم احفظ لنا الاهداف وسالم الامور وسالم الابواب وهيئ لنا كل صالح سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا فعال بما يريد اعطي لكل واحد منا ما يريد ونجينا واياكم يا رب من العذاب الشديد يوم الوعيد برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انك قلت وقول الحق واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقلت أدعوني أستجب لكم فهذا من دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهنا أنت تجد من تعذبه غيرنا ونحن نجد من يرحمنا غيرك. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم من زار هذا المكان أو أكل فيه أو قصد فيه اللهم اجعله من المعتوقين من الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في هذه الدنيا الستر والسعادة والموت على الشهادة وفي الآخرة حسن زيادة. اللهم ارزقنا إياكم الراحة عن الممات والعفو والانتساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الفاتحة بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.